دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لمنى تطمنا على اخبار الطقس وكمان المرور واسعار العملات واسعار الذهب النهارده. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير يا هدير. صباح الخير يا شاذلي، اهلا بيكم. النهارده الجو لطيف خالص، خلينا نعرف التفاصيل دلوقتي مع بعض. صباح الخير على كل مشاهدينا، خلينا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر لكل الناس اللي لسه ما نزلتش. تظهر معانا دلوقتي حالا الخريطه وهنبتدي جولتنا من محافظه القاهره زي ما احنا متعودين. شارع رمسيس زي ما احنا شايفين بيشهد كثافات بسيطه وغير مؤثره من امتداد الشارع لغايه محطه غمره، هتظهر سيوله مروريه. من غمره لمدينه نصر هنلاقي بعض الشوارع فيها كثافه مروريه، اما بقى لو بصينا اعلى الاوتوستراد هنلاقي سيوله مروريه نسبيه بتزيد بعد شويه للي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، وكمان هنلاقي بعض الكثافات البسيطه. لو جينا هنا عند كوبري اكتوبر هنشوف كثافه مروريه للسيارات للي جاي من الجيزه باتجاه مناطق وسط البلد، وايضا هنلاقي بعض الكثافات في الاتجاه العكسي، هنلاقي برضو بعض الكثافات للمتجه من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر وصولا للمنصه من خلال كوبري اكتوبر. اجمالا كوبري اكتوبر يعني مش هتكون فيه السيوله شديده، عندنا طرق كتير بديله نقدر نلجا لها. خلينا بقى نستكمل جولتنا ونشوف شوارع الجيزة، وتحديدا نبتدي من شارع السودان. احنا متعودين ان شارع السودان بيشهد كثافات مرورية بسيطة في الوقت زي ده، وهنفضل ماشيين لغاية ما بنوصل لجامعة القاهرة، هناك هنلاقي بعض الكثافات المرورية. لو بصينا على الدقي هنلاقي سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لكوبري قصر النيل وميدان التحرير، وهناك بنلاقي كثافات كبيرة عند محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وبيوصل لغاية كوبري ثروت ولغايه شارع احمد زويل، هناك هنلاقي برضو بعض الكثافات. كمان لو بصينا هنلاقي كثافات متحركه عند ميدان مصطفى محمود وشارع جامعه الدول العربيه وشارع السودان قريب من محطه مترو جامعه القاهره، وده طبعا في الموعد الطبيعي بتاعه مع اقتراب ميعاد دخول الموظفين والطلاب للجامعه. خلينا بقى نروح اسكندريه. احنا هنشوف كثافات موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في مناطق ميامي، وكمان في كثافات في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وفي برضو بعض الكثافات المتقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية نسبية ومفيش أي مشاكل في الطريق. نكمل بقى جولتنا ونروح مدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، ونبتدي من شارع السادات لغاية ما بنوصل لطريق المسلة أو لمنطقة المسلة. احنا شايفين سيولة على طول الشارع، هنلاحظ كمان ان في كثافة مرورية لغاية ما بنوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافة مرورية بسيطة، وده بيحصل في أي محطة قطار. لو شفنا بعدها هنلاقي شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، كل ده مش هنلاقي فيه كثافات مرورية شديدة، لكن هنلاقي في بعض التكتلات البسيطة. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. نبتدي بسعر الدولار الأمريكي 18.46 جنيه للشراء، 18.54 جنيه للبيع. اليورو 19.72 جنيه للشراء، 19.81 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني 23.43 جنيه للشراء، 23.55 جنيه للبيع. الفرنك السويسري 19.25 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع. الريال السعودي 4.92 جنيه للشراء، 4.94 جنيه للبيع. الدينار الكويتي 60.33 جنيه للشراء، 60.70 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي 5.05 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع. واليوان الصيني 2.82 جنيه للشراء، 2.83 جنيه للبيع. أما بقى بالنسبة لأسعار الذهب، فعيار 18 مسجل سعر السوق للجرام 950 جنيه، عيار 21 مسجل 1110 جنيه للجرام، عيار 24 مسجل 1270 جنيه للجرام. أما الجنيه الذهب فسعر السوق 8810 جنيه.
خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وفي نشاط على القاهرة الكبرى والوجه البحري. كمان هنلاقي شبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39 درجة، والأقل هتكون في مطروح 21 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.